احنا معانا النهارده ليبر جيكو عندها مشكله في تغيير جلدها. هنشوف ازاي هنحل مشكله تغيير الجلد دي وايه الطرق المتاحه. يعني هو الليبر جيكو بيغير جلده باستمرار زي كل الزواحف، بس بيغيره مره واحده. لو انتوا شايفين القطع اللي هنا ده الجلد القديم وده الجلد الجديد. انا عرفت ان هي عندها مشكله في تغيير جلدها. عموما هي عندها مشكله في عينيها، مش عارفه تغير في جلد لازق على عينيها. تغيير الجلد اول حاجه فيه لازم يكون رطب عشان ما يلزقش في الجلد الجديد. فاحنا جايبين هنا حوض ميه صغير ليه غطا، وده تقريبا على قد رجلين الليبر جيكو بحيث ان هي ما تغرقش. يعني بحط الليبر جيكو في ميه دافيه فتره، لا هي ساقعه ولا هي سخنه، وبقفل عليها لمده تلت ساعه نص ساعه. طبعا يعني يكون في تهويه، بس لازم جيده قوي، بس يكون في تهويه. الليبر جيكو انا كنت حاططها قبل الفيديو على في الميه، فهنجهزها. بطلع الليبر جيكو بتاعتي وببتدي اقشر من عليها الجلد القديم. زي ما انتم شايفين كده عموما كل الزواحف بتبتدي تغيير الجلد من الفك هنا، عشان كده تلاقيهم لما يحبوا يغيروا جلدهم بيبتدوا يحكوا الحته دي في صخره او في طوبه. فانت برضو بتحاول تقلد الطبيعه وتقشر الجلد من هنا، هو هيبقى اصعب طبعا. حاجات مهمة تاخد بالك منها ان انت ما تسيبش مثلا حاجة زي الصوابع في مكانها، عشان الجلد بتاع الصباع لو ما تشلش ممكن يمنع دخول الدم للصباع وتلاقي الصباع سقط. زي ما انتم شايفين ده الجلد القديم، ده الجلد الجديد. ده الايد اهي بعد ما غيرت الجلد، الايد التانية لسه ما غيرتش. غير بقى بقية الجلد كله. شايفين من على رجليها الرجل التانية. نعم دلها. لو في حته لزقت وانت مش عارف تشيلها ممكن تحط الليبر جيكو تاني في الميه بحيث اللي هي تسهل عمليه النزع بتاع الجلد. شايفين هنا الجلد اللي ما اتشالش ده، نحاول نشيله بالراحه. ناقص الايد الاخيره والوش. Thank you.
اهم حاجه وانا بشيل الجلد من على الوش ان انا اتاكد ان العين كمان نظيفه. انا بستخدم القط عشان شايفين في مشكله واضحه هنا. هنا ظهر ان العين دي هي اللي كانت عامله مشكله اصلا في الشيدنج، فيها جلد لازق. هشيله بالراحه طبعا عشان ما اذيش العين. واخدين بالكم هنا بقى، انا مش عارف هتبان في الكاميرا ولا لا، بس في جلده صغيره قوي ظهر ان هي من التغيير اللي فاتت، ما كانتش طلعت في الشيد كويس. هي اللي عاملة المشكلة دي كلها. العين منطقة حساسة فلازم اخد بالي كويس. طبعا اللي انا عامله ده مش طبي ولا انا دكتور، بس انا بحاول اجتهد عشان زي ما انتوا عارفين مفيش حد يعرف يفيدنا هنا بالحاجات دي. بجيب منديل وحاول امسح بيه بمية كده، ادعكوا حوالين الحتة اللي مش متقشرة كويس. طبعا واضح ان العين لسه فيها اثار للتشيد القديم. ادعك العين وحوالين العين في اتجاه تغيير الجلد. هحاول اخليها تفتح عينيها عشان ابص جواها اخبار الشد ايه. في اثار باينه لسه في قطعه ما اتشالتش. كده نبص على عينه ونشوف ورا ايه.